ورجعنا لكم بعد الفاصل والفقرة التانية في حلقتنا النهاردة. يا ريتني فضلت سنجل. يا ريتني ما اتجوزت بدري. يا ريتني فضلت بطولي شوية كنت استمتعت بشوية حاجات. شفتي انا طبعا وانت مكبوتة في دخلة الفقرة بلاش تقطعيني. ها قطعيني بعد كده براحتك عشان ده شيء مستفز. وانتي لسه سنجل وكتكوته ولذيذه كده ولسه في الكليه هتموتي. صاحبتك لبست دبله، التانيه اتخطبت، التانيه اتجوزت، امتى اتجوز؟ هموت واتجوز. وبعدين خيالك شغال في ايه بقى؟ ان البيت ده هتفرشيه ابيض في ابيض، وهتصحي الصبح تحضري فطار لحبيب القلب وهو خارج يبوس ايدك، الدور تحضري له غدا وهو داخل يبوس ايدك التانيه، وحاضنين بعض 24 ساعه. احلام ورديه، عارفين بامبي 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 بامبي، وبيت صغير وفوقيه عنبايه، كل الاحلام دي بتراودك. تخلصي كليه او تخلصي دراستك تشتغلي هتموتي، بالتجرانه اتخطبت هتموتي، بنت عمك اتجوزت معاها بيبي، امتى اجيب بيبي؟ امتى؟ وتجيبي صور وفي صور افراح ومجلات. نفرض اتجوزتي بدري وحصلت الكارثه واتجوزتي يا عيني وانت لسه في الكليه وحملتي وتعبتي تشوفي زمايلك بقى مقطقطين كده وبيجروا لابسين جينز ومحافظين على اجسامهم وبيشتغلوا وبينجحوا وبيقبضوا ومنطلقات وانت متكلفته بثلاث عيال ماسكين في ديلك، وخدتي اول فرصه خبطت على الباب. طب كنت استني، هو الجواز نصيب بس كنت استني، مش يمكن كانت تيجي حاجه ليه بس يا بدريه؟ الحياه كان فيها الطف من مصطفى، ليه استعجلتي؟ ما هو بحبه بحبه والله بحبه بابي بحبه. فالجواز عايز تريش شويه. فين ايام السنجله؟ السنجله منجها. هتعيش سنجل هتعرف تتحنجل. ارتبطت اتمرمطت اتفرمت، بس برضو الارتباط حلو. وانت سنجل بقى يقعدوا ايه؟ هو انت مش هترتبط؟ يا عم ارتبط، يلا بقى اعمل بيت واسره كده، يلا شوف بنت الحلال. شفت بنت الحلال ايه؟ مش حاجه جايه في السكه، يلا بقى حاجه كده نلعب بيها ونديها في الشلوط، نديها بالشلوط. جاء الحته اللي اديناها بالشلوط، ناوي تخويه؟ حاضر خويناه. بعد ما تخويه خلاص هينسوك ويتبهوا لحد غيرك. وعملوا خلاص، وصلوا للنهاية، نهاية السطر. هنطلع تقرير وهنرجع عشان أبوس انتصار. حياتي قبل الجواز احلى ب 100 مليون الف مره. هتكون احلى لو ما حد بحبه، لكن لو حد مش بحبه مش هتكون حلوه. لما كنت متجوزه كنت احسن، كنت في استقرار، كان كويس، كان تمام. الاثنين محاسين بعضيهم يعني، ما الاثنين مليان حب يعني. مرتبطه بحاجات، مرتبطه بوقت، ان انا لازم اكون في البيت جاهزه، في الاكل، في كل حاجه. لا احسن بكتير والله، جوزي رومانسي جدا بيحبني. يعني مسؤوليه واولاد ورجال على حسب شريك حياتك اللي بتختاره، يعني ملهاش مقياس معين قبل او بعد الجواز. لا اكيد قبل طبعا. لو النبي امسكي، يلا امسكي بتاعت قبل، يلا بالسلامة. الرجاله كلها بتتضايق لما تعرف ان الستات بيحلموا بايام السنجله. اللي هو انت متضايقه من ايه؟ ما انت ست وما دام هو بيت وعيال، في ناقصك؟ ناقصها حاجات كتير على فكره. أقول لك أبسط الحاجات اللي هتفقديها لما تتجوزي بدري وتغتالي فترة شبابك الجميل، استخدامك للإنترنت. وأنتي بنت بنوت بقى وجميلة كده وبنوتة ولذيذة، دايما تفتحي الفيسبوك والمواقع وتتصفحي جوه الضوافر، إزاي تترسم، إزاي أنحت وسطي، إزاي أطور رموشي، كيفية عمل المكياج والأصناف بتاعت رسمات العين، كيفية استخدام الإكسسوار، إزاي أتعلم الخياطة عشان مش الأزياء الجديدة، الموضة، الألوان اللي موجودة. هو ده شغلك الشاغل. أول ما تتجوزي وتخلفي، عارفة إيه شغلك الشاغل؟ صينية البطاطس إزاي تتعمل بوشوش بسطرمة ونصها جبنة ونصها فستقي مع شوية صدور فراخ على الوش مع نقطتين زيتون. ده أقصى أحلامك. وانتي سنجل في حاجه تانية جميله قوي، ان انتي طيب وانتي سنجل في حاجه جميله قوي، ان انتي عندك الحريه انك تكوني سبونتينيوس
عفويه تلقائيه منين؟ تقدري تعملي اي حاجه انت نفسك فيها في اي وقت. عايزه تخرجي مع اصحابك تقدري، عايزه تسافري تقدري، عايزه تروحي تصرفي مرتبك كله على شوز تقدري، عايزه تعملي اللي نفسك فيه تقدري. دي حاجه هايله علشان ما عندكيش كميه المسؤوليات اللي هتبقى موجوده في حياتك بعدين. وقدري ده الوقت ده في حياتك، يعني بدل ما انت قاعده في البيت ما بتعمليش اي حاجه في حياتك، لان انت قاعده بتحسبي امتى هقابل الراجل الصح، امتى هتجوز، امتى هعمل كذا، خدي الوقت ده ان انت فعلا تعرفي نفسك كويس وتعملي الحاجات اللي نفسك فيها، علشان بعدين لما هتتجوزي هيبقى نفسك ان انت يبقى عندك الوقت ده ان انت تعملي الحاجات دي ومش تقدري. ف بليز 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 انت فري، حره تعملي اللي انت نفسك فيه، اعملي اللي نفسك فيه. إيه لا انا قبل كده ادنت نفسي وقلت انا اللي بتكلم كتير، لا حبيبه مش عارفه اقول ايه، مش لاقي حاجه اقولها عليها. ايه ده ايه ده ايه كل الكلام ده؟ خير الكلام ما قل ودل، انجزي انجزي خنقتينا. حبيبه بتتكلم اكتر طبعا، بس اوكي وليه لا؟ انا ياما شبعت كاميرات وشبعت تصوير، خليها هي تتكلم بقى. حركه انتصار النهارده بالساعه والوقت وهي شايفه ان انا بتكلم اكتر منها وكل الكلام ده، انا براهن المشاهدين ان هم يعدوا بس قد ايه انتصار بتتكلم، وقت اللي بتاخده عشان تقول اي حاجه هي نفسها تقولها. هي عايزه الكاميرا تفضل عليها اكتر ما يمكن، وبتتضايق لما تلاقي حد تاني بيتكلم، مع ان هيدي بتتكلم برضو زي زيها، وبدريه برضو بتتكلم زي زيها، بس هي شايفه ان الكرسي ده اللي على شمالها ده اللي الشخص اللي قاعد فيه مفروض ما يتكلمش اساسا. بليز اتفضلي. عشان نهايه فقرتنا وعايزين تسمعوا كلام اتجوزي ما تتجوزيش، تبقي سنجل ما تبقيش سنجل، شيء يخصك يعني في النهايه. انا رميت طبيعتكم كلكم. والجواز يعني برضه ليه مميزاته، صحيح يعني انك بيحصل لك استقرار عاطفي، بس احنا يعني كنا بنقول لك ان حاولي تستمتعي بحياتك اللي فاضله لك. ده لو فاضل لنا حياه. والعمر ما فيهوش يعني، كام سنه الحلوين دول في حياتك قبل الجواز مهمين جدا ان تلاقي فيها نفسك. وعايزه تنصحي تنصحي انت كولد كمان، عايزه تنصح تنصح، ما تجريش تتجوز وانت عندك 23 سنه، جري هتموت وبعد كده تندم وانت عندك 30 سنه معاك قرطه عيال. ها انا قلت لك يا محمود قبل كده وانت اللي اتسرعت ويقعد يخونها. محمود متندم يا محمود. وكده نكون وصلنا لنهايه فقرتنا، يلا بينا نطلع فاصل عشان نطلع الفقره اللي بعدها، فقره الضيف اللي انا بحبها قوي.